حاجة تانية بقى خالص. النهاردة احنا هنفطس من الحر، بقالنا كده كام يوم هنفطس من الحر. النهاردة أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن بدء ظاهرة اسمها النينو، ودي ظاهرة مناخية. النينو دي مقترنة بارتفاع درجات الحرارة العالمية، وقالت إن ظاهرة النينو دي بتحصل في المتوسط كل عامين إلى 7 أعوام. تعالوا نفهم إيه ظاهرة النينو ده، وهل وصلت مصر اللي احنا فيه ده، احنا في النينو ولا مش في النينو؟ معنا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار صباح مساء الخير. مساء الخير على حضرتك أستاذة رشا، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. متعودة صبح عليك يا دكتورة منار، معلش. دكتورة منار، يعني المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وموضوع النينو ده، والناس كتيرة ابتدت تتداول موضوع ظاهرة النينو، ايه الظاهرة دي بالظبط؟ طب هي ظاهرة النينيو أصلا هي ظاهرة جوية أو ظاهرة نينيو؟ هي اسمها نينيو عشان بس نصلحها. نمط من ضمن الانماط المناخيه اللي بيحدث بشكل طبيعي، يعني بتاثر علينا في بعض السنين. يمكن احنا بنقول تكرارها بيحدث مثلا كل 2 سنين او كل 7 سنين، ده متوسط حدوثها. وهي عكس ظاهره تانية اسمها اللامينا. الظاهره النينيو مرتبطه اكثر بارتفاع درجات الحراره على المحيط الهادي، سطح المحيط الهادي بيبدا بيحصل عليه ارتفاع في درجات الحراره، وخاصه في المناطق الاستوائيه اللي موجوده في شرق وسط المحيط الهادي. ده بينتج عنه تغير في منظومه التوزيعات الضغطيه، اللي بينتج عنه تغير في الانماط المناخيه اللي بنبقى معتادين عليها بشكل كبير لعده سنين. يعني بيحصل تغير في معدل الامطار في بعض الاماكن، زياده وفيضانات، زياده سقوط امطار وفيضانات في بعض الاماكن زي امريكا، ندره في الامطار وانخفاض في درجات الحراره في اماكن ثانيه زي اندونيسيا. بس احنا هنا بنتكلم على درجات الحراره العالميه، درجة حرارة المحيط نتيجة تغير في التيارات الهوائية على المحيط وتغير في سرعات الرياح، فبتبدأ تأثر على الدول القريبة من المناطق الموجودة في المحيط الهادي والمنطقة الاستوائية، وبتأثر كمان على درجة الحرارة العالمية. فاحنا ممكن نشوفها في تغير في بعض الأنماط المناخية اللي احنا اعتدنا عليها، يعني ممكن نشوف ارتفاع في درجات الحرارة أعلى من المعدلات، ممكن نشوفها في عنف بعض الظواهر الجوية، عنف وقوة الأعاصير اللي ممكن تحصل في المحيط الهادي. يمكن تأثيرها بيكون على جمهورية مصر العربية بشكل غير مباشر، يعني احنا ممكن ما نحسش بيه، لأن ممكن تعمل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة أعلى من المعدلات، زيادة في كميات الأمطار في بعض المناطق من الجمهورية وخاصة في المناطق الجنوبية، زيادة حدة وقوة السيول اللي ممكن تحصل في فصل الخريف. لكن أكثر الدول اللي بتتأثر بيها هي الدول القريبة من طبعا المحيط الهادي او في المنطقه الاستوائيه شرق وسط المحيط الهادي، وهي بتحصل زي ما قلنا مدتها بتستمر من 9 ل 12 شهر. يعني هي بتبدا معانا دي بتقعد تقريبا يعني سنه، تقريبا بتقعد معانا سنه، وتبدا نتاثر بظاهره جويه ثانيه اسمها لانينيا، بتبقى عكسها، بيحصل معاها تغير في الانماط المناخيه عكس اللي حصل مع النينو بالظبط، لكن دي بتحصل بشكل طبيعي. يعني احنا واللانينيا بتبقى برضو عند المحيط الهادي، بتبقى برضه عند المحيط الهادي، لكن الامطار بتبقى في غرب المحيط الهادي، ارتفاع في درجات الحراره بتبقى في مناطق مختلفه، بتبقى عكسها بالظبط. طيب التاثير بيبقى في يعني في كل دول العالم، ممكن في بعض المناطق تتاثر بشكل كبير وبشكل مباشر، في مناطق ثانيه تتاثر بشكل اقل من ده. طب دكتوره منار، درجات الحراره اليومين اللي فاتوا دول كانت مرتفعه بشكل كبير جدا، يعني كانت احنا في اول يوليو ولقينا درجه الحراره تقريبا وصلت 40 او فوق ال 40 كمان، هل ده من نينيو؟ لا، احنا درجات الحراره اللي حصلت امس واول امس بالفعل كان في ارتفاع في درجات الحراره اعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجه لدرجتين. يعني احنا سجلنا عظمى على القاهره الكبرى 36 درجه مئويه خلال فتره النهار، احنا طبعا ما حسيناش 36 لان في ارتفاع كبير في نسب الرطوبه اللي احنا دايما بنعتاد عليها في فصل الصيف، في امتداد منخفض الهند الموسمي مع كتل هوائيه قادمه من على البحر المتوسط، طبعا بتتحمل بكميات كبيره من بحار الميه، فادت لارتفاع نسب الرطوبه. فنسب الرطوبه خلتنا نحس بالارتفاع الكبير في درجات الحراره، احساسنا بالفعل وصل ممكن يكون 39 40 درجه مئويه، لكن قيم درجات الحراره المسجله كانت 36 37 اعلى من المعدل بحوالي درجه درجتين، وده طبيعي ان احنا في فصل الصيف نشوف في بعض الايام تكون درجات الحراره اعلى من المعدلات او اقل من المعدلات. يمكن بدانا من اليوم درجات الحراره تعود للمعدلات اللي هي ما بين 34 ل 35 درجه مئويه، ودي طبعا درجه الحراره العظمى المختصه في الظل بالنسبه للقاهره الكبرى. وجود نسب رطوبه مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبه هنحسها اعلى من كده الايام المقبله ان شاء الله،
زي ما بنقول متوسط درجات الحراره 34 35 احساسنا بيها هيكون 37 38 درجه مئويه في بعض الايام على اختلاف نسب الرطوبه من منطقه لمنطقه، لكن الاجواء هي مستقره بشكل كبير وتعتبر درجات الحراره خلال الوقت ده حول المعدلات. لسه ما شفناش موجات ارتفاع كبيره في درجات الحراره، لكن هو احنا بالفعل عندنا ارتفاع كبير في نسب الرطوبه، ويمكن ده هو اللي بيخلينا نحس ان في ارتفاع في درجات الحراره. لكن احنا في شهر 7 وشهر 8 احنا كنا عارفين ده ذروه فصل الصيف، يعني دايما الطبيعي ان احنا نشوف ارتفاع في درجات الحراره في الوقت ده. اول ما بتقولي لي منخفض الهند الموسمي قلبي بيقف، لاني عارفه هنمر بايه، يعني خلاص الكلمه دي باب سر الرطوبه عادي يعني. بالظبط، هو دايما بيأثر علينا في فصل، يمكن ده اشهر التوزيعات الضغطيه في فصل الصيف، منخفض الهند موسمي، ارتفاع نسب رطوبه مع ارتفاع درجات الحراره، احيانا في بعض الايام بيكون مرتفع العروض الوسطى مع كتل هوائيه قادمه من جنوب اوروبا بتكون اكثر لطفا، لكن في اغلب الايام طبعا بيكون منخفض الهند الموسمي اللي بيبقى معانا في شهر 7 وشهر 8. يعني احنا هنستنينا على الاجواء دي شهر 7 وشهر 8 كمان. طيب حاله الاستقرار وان الحراره المرتفعه دي انكسرت شويه مستمره معانا كذا يوم؟ ان شاء الله مستمره معانا حتى بدايه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، يعني احنا عندنا الخميس والجمعه والسبت وكمان يوم الاحد، يعني لحد يوم الاثنين اللي جاي كمان درجات الحراره حول المعدلات عظمى على القاهره الكبرى زي ما قلنا 34 ل 35 درجه مئويه، وطبعا في اغلب المحافظات درجات الحراره حول المعدلات، لكن هيبقى في ارتفاع في نسب الرطوبه، ده اللي هناخد بالنا منه، لان نسب الرطوبه زي ما قلنا في الاول هي اللي بتخلينا نحس ان في ارتفاع كبير في درجات الحراره. في كمان شبوره مائيه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. حركه الملاحه البحريه، لان في طبعا احنا في الفتره دي ناس كثيره بتروح للمصايف، معتدله خلال ال 48 ساعه القادمه، لكن مع يوم السبت هيكون في اضطراب ملاحه بحريه وارتفاع امواج وخاصه على شواطئ الدلتا والاسكندريه والعلمين ومطروح، فلازم ناخد بالنا، هيبدا السبت يستمر معانا ارتفاع الامواج ليوم الثلاث. الرايه سودا يعني الرايحه هتبقى سودة عندهم. ممكن لان ارتفاع الامواج ممكن يوصل لكيلو 3 متر على الشط، فتقريبا لازم ناخد بالنا لان ده بيأثر بشكل مباشر على الساده المصيفين، فناخد بالنا بشكل كبير، وبقدر الامكان فتره الظهيره نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس. يمكن احنا لو خدنا احتياطاتنا بالشكل الكبير مع فصل الصيف ده مش هيخلينا نحس ان في ارتفاع في درجات الحراره. تجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس، نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، بقدر الامكان نبقى موجودين في اماكن جيده للتهويه، ده هيساعدني على عدم الاحساس بنسب الرطوبه، وان شاء الله الاجواء دي ان شاء الله. يا دكتوره منار، دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، انا بشكرك شكرا جزيلا.